مجموعه من الاخبار المبهجه، الاخبار كده الجميله. الثقافه في مصر كان بقالنا فتره يعني لا باس بها الحقيقه بنتكلم عنها طول الوقت، بنتكلم على فكره اين دور الثقافه في الناحيه التنويريه في المجتمع، اين مشاركه الثقافه في امور كثيره جدا الحقيقه بننتظرها منها. ولما بنتكلم عن الثقافه بنتكلم عن المسؤول الاول عن ملف الثقافه في مصر وهو وزير الثقافه. احنا بنتكلم دلوقتي عن وزيره الثقافه الدكتوره ايناس عبد الدايم، اللي الحقيقه اتسلمت مساء امس الخميس جائزه جاز ميوزك اوورد الالمانيه، دي كانت نالتها فرقه كايرو وستابس في الموسيقى في اطار احتفاليه كبيره جدا وضخمه جدا، كان فيها السفير المصري في المانيا سفير بدر عبد العاطي، كان فيها الملحق الثقافي، عدد كبير من الفنانين والموسيقيين في واحده، يعني اقيمت هذه الاحتفاليه اللي حضراتكم شايفينها على الشاشه دلوقتي في واحده من اكبر قاعات ومسارح برلين، وده كان بحضور السادة المسؤولين الألمان وموسيقيين بقى وفنيين ووفد من المؤسسة الألمانية لصناعة الموسيقى وأكثر من 1200 من الجمهور من المشاهدين. والحقيقة أنه الجمال في الموضوع أنه وزيرة الثقافة عزفت هي كمان وشاركت كايرو ستابس خلال الحفل في تسلم الجائزة. والوزيرة الدكتورة إيناس عبد الدايم اتكلمت طبعا في كلمة رقيقة جدا كرقتها، واتكلمت عن سعادتها بحفاوة استقبال الجمهور الألماني بالتكريم وهذا التكريم بالجائزة اللي بتؤكد على مكانة مهمة جدا الحقيقة بتتمتع بها مصر في مجال الإبداع والموسيقى وتقدير العالم ليها من خلال واحد من أكبر المحافل الثقافية والموسيقية في العالم. وقالت كمان في كلمتها إنها بتهدي هذه الجائزة التي حصلت عليها إلى الشعب المصري وإلى جمهورها اللي ساندها منذ بدايتها الفنية. الحقيقة ده شيء راقي جدا وشيء جميل جدا أن يكون عندك وزيرة للثقافة بهذا القدر من الرقي، في يقين عند ناس كتير جدا يمكن نكون احنا منهم أنه القوى الناعمة في المجتمع اللي بتمثل طبعا في الفنون المختلفة وأشكالها المختلفة دي الحقيقة بتكون نابعة من شخصيات لها حس راقي جدا، والحس الراقي ده لما يتولى مسؤولية حكومية فبنعتقد ان هو ان شاء الله ينقل هذا الحس الراقي كمان الى كواليس الوزارة عنده النهاردة.